تطرق فنلندا إلى حلف الناتو أصبح ممهدا وأقرب من أي وقت مضى، وذلك بعد موافقة برلمان كل من المجر وتركيا على طلب الانضمام. استقتضي بروتوكولات الانضمام إلى الحلف الغربي موافقة جميع الدول الأعضاء. والآن بات من المقرر قبول عضوية فنلندا في حلف الناتو في قمة الحلف المقبلة في ليتوانيا والتي ستعقد في يوليو المقبل. يمثل هذا التطور تحولا نوعيا في مجمل البيئة الأمنية الأوروبية عامة وفي مسار مواجهة الغرب لروسيا خاصة، حيث ستنهي المنطقة الإسكندنافية حيادها التاريخية في الصراع الدائري بين الغرب وروسيا منذ عهد الحرب العالمية الثانية. وستتحول فنلندا إلى منصة جديدة لتطويق روسيا من جهة الشمال حسب محللين. كما ستزيد حدود حلف الناتو مع روسيا قرابة 1300 كيلومتر. وفيما بدأ طريق فنلندا للانضمام إلى حلف الناتو ممهدا، فإن طريق السويد للحلف ما زال ملتويا وعالقا جراء وجود ملفات خلافية بين ستوكهولم وأنقرة لم يتم حلها بعد، على الرغم من الوساطات الغربية والأمريكية. وبحسب محللين فإن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأقوى والأضخم في العالم سيغير من البيئة الأمنية في أوروبا قاطبة، حيث تتجه أنظار روسيا والعالم إلى منشآت البنى التحتية العسكرية التي سيشرع حلف الناتو في تدشينها بالشمال الأوروبي بعد الانضمام المحتمل إلى فنلندا والسويد. فهذه المنشآت ستحدد قدرة الردع والهجوم للحلف على نحو كبير. كما حذرت روسيا في وقت سابق من انضمام فنلندا والسويد وأشارت إلى أن ردها سيكون مفاجأة، فكيف سيكون رد روسيا على الانضمام المحتمل إلى آخر ما تبقى من شمال أوروبا لحلف الناتو؟